ما كان يعرف شيء عن تدمر إلا عبارة عن سجن أو صحراء فقط. أنا محمد الخالد، أحد المشرفين على منتدى تدمر الثقافي اللي بضم طبعاً مدينة تدمر الأثرية إضافة للبطن البدوي. طبعاً كانت الفكرة من بعض أشخاص من مدينة تدمر أنه نحيي تراث مدينة تدمر بعد ما تم تدمير قسم كبير منها، وطول المدة الزمنية حتى أنه أطفالنا صار ينسوا ما هي مدينة تدمر. أنه كان موجود عندنا فنان اسمه علي صالح الطاها من مدينة تدمر، مبدع بكل معنى الكلمة، عمل فترة أكثر من 25 سنة بمديرة الآثار والمتاحف، بعدين قدم استقالته وصار يشتغل منحوتات من الجبس لمدينة تدمر. التقينا فيه وقلنا له أنه نحن حابين نعمل مجسمات لمدينة تدمر مشان أولادنا ظل يتذكروا مدينة تدمر، وظل نحفظ نحن كمان الأوابد أو الأسماء اللي كانت تشتغل فيها مدينة تدمر. ظلينا نشتغل نحن بالعمل هاي تقريبا يقارب العشرة أشهر من العمل حتى قدرنا نوصل يعني لما يقارب المتحف. طبعا تدمر تعتبر المدينة من أكبر المتاحف بالهواء الطلق بالعالم، لكن نحن حاولنا هيك نصغر المشروع شوي. طبعا المتحف بضم عدة أقسام، من المدافن البرجية لمدينة تدمر. طبعا للأسف قسم كبير جدا منها تم تدميرها من قبل داعش، وكمان عندنا التترابيل أو ساحة الأغورة كمان دمرها للأسف الشديد داعش، المدرج الروماني أو المسرح الروماني اللي هو الواجهة تبعيته تم تدميرها كمان. كمان بيضم الشارع الطويل، بيضم المعابد، معبد نبو، معبد بيل، معبد الإله بعل شمين، بيضم قوس النصر الشهير يعني معروف، إضافة للحمامات الملكية، حمامات زنوبية، إضافة لكمان مجلس الشيوخ والبيوت التدمرية اللي كانت سابقا. والهدف منه أنه نفرجي أولادنا أو حتى طلاب المدارس من غير مناطق بعد ما أجينا لمدينة الباب لهون، يعني ابن مدينة دير الزور للأسف كشاب ما بيعرف عن تدمر إلا بيسمع عنها بالتلفزيون، أو حتى من دمشق أو من درعا أو من باقي المناطق حتى من مدينة الباب ما كان يعرف شيء عن تدمر إلا عبارة عن سجن أو صحراء فقط.